محتاجين 2.5 كيلو بطاطس مسلوقة كويس علشان هنهرسها، ربع كوب بقدونس مفروم، دقيق حوالي 2 كوباية وممكن نحتاج أقل أو أكتر على حسب ما العجينة تلم معانا، بيضة وملح وفلفل أسود عشان نعمل السجق زي ما احنا متعودين، نفس الخلطة بتاعتنا بتاعت السجق البلدي بتاعنا. هنحتاج ايه؟ سجق من بوميت، بصلة مفرومة، 2 فلفل رومي مفروم، 2 طماطم مكعبات، 3 معلقة كبيرة من دبس الرمان، معلقة كبيرة من الصلصة، زيت و7 بهارات وملح وفلفل أسود. عشان نعمل الحشوة هنحشي بجبنة شيدر شرايح اللي هي بتاعة البرجر دي إذا عارفينها، أو أي ميكس جبن عندكم، وإحنا عملنا ميكس ما بين الجبنة الشيدر وميكس الجبن الموتزاريلا والشيدر. اختيارنا في الجبن كالعادة زي ما احنا حابين، او اللي عندنا او اللي موجود. عايزين تشيلوا اصلا فقرة الجبن مفيش مشكلة، بس الحقيقة انها بتفرق جدا مع السجق ومع الفطيرة. يلا بينا نبتدي. واول حاجة هناخد سجق بوميت عشان نقطعه، وبعدين نعمل ايه؟ نحط الطاسة على النار ونبتدي نشوح في الحشوة بتاعتنا، وبعد كده على طول هنبتدي في العجينة. عجينة سهلة قوي ولذيذة قوي قوي قوي. طبعا السجق بيكش. مش هناخد كمية سجق كبيرة عشان الحشوة فيها جبن وفيها حاجات تانية وخضار وكده، فهي ايه مش هناخد كتير. ينفع بدل السجق لحمة مفرومة، ينفع نعمل الحشوة اللي احنا عايزينها زي ما تحبوا. عايزين تعملوها بالسوسيس حتى ممكن تعملوها بالسوسيس اللي هو الهوت دوج او السوسيس يعني. حط الزيت كده، الطاسة تسخن وننزل فيها الحاجات ورا بعض. كده كفايه السجق تمام جدا. الطاسه سخنت، هنزل بالسجق اول حاجه. يلا نشوح السجق ونجهز حوالينا الحاجات اللي احنا هنحطها معاه، فلفل، طماطم، وشوية بهارات مثلا، مع ان السجق ما بيبقاش محتاج بهارات كتيرة فما تكتروش برضو اي سبايسز او اي بهارات. والملح برضو خدوا بالكو علشان الملح مع الجبن مع السجق هيحدق معاكي بزياده. انا حطيت البصل مع السجق وهحط الفلفل، طبعا فلفل حراق بقى، فلفل رومي براحتكم، بس بصراحه السجق من غير الفلفل ما ينفعش. هنحط كمان شويه من الطماطم، انا مش هحط كميه الطماطم كلها عشان انا ما عملتش كميه السجق كلها، مش عايزه الطماطم تبقى كتير برضه. يلا نهرس البطاطس. بعد ما نطمن ان البطاطس اتهرست كويس قوي هنحط عليها الدقيق، هنحط عليها البيضه، ممكن نحط لها بقى الملح والفلفل، نحط لها شويه من البقدونس، نتبل كده ايه العجينه بتاعتنا. حلو، خدوا بالكم بس ان البطاطس ما تبقاش ميه، احنا عايزين العجينه دي متماسكه، وهنحط لها الدقيق لحد ما تلم معانا. يلا نهرس كويس عشان ما تبقاش فيها اي تكتلات، ولا يبقى في حته بطاطس كده ولا حته بطاطس كده، تبقى كلها عجينه في بعضيها.
خدوا بالكم لو حاسين ملح برضو مع السلق، علشان ما نحطش ملح في كل الخطوات. نحط شوية سن من البهارات، نحط البقدونس كده، ونحط ايه كمان، تعالوا نهرس وبعدين نحط البيضة، بس نطمن ان البطاطس كلها اتهرست كويس قوي. وادي السجق كمان تقريبا الحشوة اهي، هنحط اخر حاجة دبس الرمان، تمام، عشان ما يتحرقش مننا ويكرمل. اخر حاجة يديها طعم جميل قوي قوي قوي. ممكن نحط كمان صلصة معاه ومش كتير، حاجة بسيطة جدا، دقيقة وهرفعه من على النار. طيب العجينة بتاعتي كده، عايزة البيضة وعايزة الدقيق، وهشتغل بإيدي عشان ألم العجينة كويس، مش هحط الدقيق كله مرة واحدة. ونرفع ده من على النار كده وبايدينا عشان نلم العجينه ونطمن انها بقت عجينه زي ما احنا عايزين. ومش هينفع البس جوانتي، عشان ما ينفعش البس جوانتي وانا بعجن بطاطس خالص. انا عايزاها عجينه، وانا هحس بالعجينه انها مظبوطه لما اشتغل بيها بايدي. نلم كده العجينه كويس، بطاطس، بقدونس، بيض، ملح وفلفل ودقيق، بيضة يعني، لحد ما تلم معايا كويس. لسه عايزة دقيق. نحط الدقيق تاني، خدت الكمية كلها. نقدر نعمل ايه بقى؟ نقدر نسويها على البوتاجاز، نقدر نحطها ونسويها في الفرن زي ما تحب. اهم حاجه بس تبقى عجينه مظبوطه. ما في شويه بطاطس مش عايزاهم يبقوا ايه عائق معايا، فبعجنها كويس. والبطاطسايه اللي معايا برضو بهرسها وانا بعجن كده. هنشيل من هنا ونجيب الطاسه اللي هنشتغل فيها. عايزه الزيت، نحط طبقه زيت او زبده كده محترمه عشان تدينا لون من تحت. نعمل كده في طاسه ما بتلزقش، او صينيه ما بتلزقش. نعمل كده كده، نبتدي ايه نوزع البطاطس بالشكل ده. ما ترفعوهاش قوي، وفي نفس الوقت ما تتخنوهاش قوي، بس خلوها مظبوطة اللي هي تستحمل ان يبقى فيها حشوة. والزيت هيساعد في ان احنا نوزعها بسهولة. بصوا نطمن كده من الطروف ومن الحروف وكله يبقى تمام. نعمل كده،
وجايه لكم. ننزل بالسجق كده، وبالجبن، نوزع كده الجبن عشان الجبن هي اللي هتخليه يلزق في بعضه كده اهو. وادي الموتزاريلا التشادر، وعندي كمان الجبنة التشادر التانية اللي هي بتاعت البرجر. يا ترى ليه ما فتحناهاش؟ مش هحطها كلها بقى عشان مش عارفه افتحها كلها دلوقتي، فخلاص ايه، انتوا عيشوا حياتكم في تشكيلة الجبن. طيب المفروض ان انا اعمل ايه؟ بقيت كمية البطاطس افردها وعلى ورق زبدة وكده واخليها مدورة ويبقى سهل عليا فردها. لو ما عنديش وقت ان انا اعمل كده زي حالاتي دلوقتي، نبتدي بقى ايه، نغطي بالبطاطس وبالراحة بالراحة لحد ما الطبقة كلها تتغطى. ردت الجزء الاخير على ورق زبده، دهنت ورق الزبده زيت بس عشان يبقى اسهل لي ان انا ايه اوريكم هنزلها ازاي. ايوه كده، يلا كده اسهل كتير. بس ايه، نظبط بقى الدنيا، نغطي كويس، نعمل كده كده، نقفل. في الجناب بالبطاطس كده، يلا ناخدها على النار علشان نديها وش من تحت، يعني تعمل طبقة كده. الطبقة دي هتخليها ماسكة نفسها أكتر بالشكل ده، وفي زيت طبعا من تحت. وبعدين هيبقى عندي الطاسة أو الصينية اللي هقدر أدخلها الفرن على الناحية التانية، هحط لها برضو زيت أو زبدة إذا حابين، بس الزيت أحسن. لما تاخد لون من تحت وتمسك نفسها هقلبها هنا وادخلها الفرن تاخد وش بقى وتبقى زي الفرن. هنستناها شويه بقى هنا ايه تاخد اللون بتاعها من تحت وبعدين نقلبها. عايزه اعلي النار هنا شويه وبعدين هقلبها واسيبها تعمل ايه، بكبكه كده، بتغلي شويه من الجناب او مبينه ان هي على اهي، ابتدت تعمل طبقه كده كانها بتمط. تفتكري لو قلبت دلوقتي امان؟ اقلب يلا. الناس منها وعلينا، برضو مننا وعلينا. بسم الله، الحمد لله. اوكي، عملنا كده، ندخلها بقى الفرن تستوي وتكمل سوا من تحت ومن فوق وبالشوايه وكل حاجه. يلا بينا، الفرن شغال فوق وتحت. يلا تاخد بقى اللون بتاعتها بتاعها وتبقى شبه الفطيره،
فتتقطع تبقى كأنها فطير. ممكن نفتحها مع بعض كمان تشوفوها من جوه. بصوا تحسوها مش بطاطس، يعني تحسوا ان هي فيها حاجة مختلفة، او هي فطيرة فعلا وهي اصلا بطاطس. بصوا بقى لذيذة قوي. واخدة طبقة تحفة اهي، فطيرة السجق بس احنا عاملينها بعجينة البطاطس من جوه بقى، محشية سجق حشوة خطيرة.